كويس ان اجيب بدر علاك. خش على كاسات ولمعها. انت بتسرق؟ ما تصبح الخميس وروح اقعد في الحمام. فؤاد باشا لو عارف انك نزلت الصالة هيعمل مشكلة. انا حر اقعد في المكان اللي انا عاوزه. فين البيرة يا عم؟ ما هي هات تاني. طيب هكلم فؤاد باشا وهو اللي هيتصرف. خلاص يا عم خلاص، عرفنا يا سيدي، عرفنا ان انت الكلب بتاعه. سامع يا علام؟ عيب كده يا خميس، روح انت على الحمام وانا هجيب لك البيرة بتاعتك لحد عندك. يلا يلا يا حبيبي، يلا 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 بقى يلا. هتفضلوا طول عمركم عايشين خدامين لفؤاد حامد لغايه ما تموتوا تحت جزمته. سيد قوم يا سيد، يا سيد الساعه بقت 2 يا سيد. وقال ايه؟ كنت عايز تصحى صلاه الجمعه يا سيد. اعملي شاي، اعملي شاي. طيب شاي؟ طب قوم يا اخويا شوف بنتك الاول. مالها البت؟ بكره اخر يوم لدفع مصاريف المدرسه، ولو البت ما دفعتهاش يا سيد هتترفض. انا هصرف الفلوس النهارده. الابله بتقول اللي ما دفعش المصاريف يطلع بره، وانا بتكسف يا بابا. مش هتتكسفي تاني، هتروحي يعني هتروحي. روحي لعم لبيب قولي له هتعلب السجاير لبابا. حاضر يا بابا. انت بتكذب على البت يا سيد؟ لا يا سؤال، انا اتفقت مع صبر اللي معايا في الشغل، قال لي على راجل هيديني 1000 جنيه هياخدهم 1200. يا لهوي انت هتعلم البت بالفايز؟ اعمل ايه؟ ما انا قلت المجد اخويا ابدا علي الفقر. فقر؟ والنبي يا اخويا ما حد جايب لنا الفقر غير الكباري اللي انت شغال لنا فيه ده وفلوسه المعفرطه. بلاش صداع بقى. ايه صبر؟ ايه يا سيد. ايوه جبت لك الامانه معايا. ايه 1000 جنيه استلفتهم لك؟ لا قعدهم لك في الكباريه. عيب يا جدع، انت الناس ببعضيها، انت اخ سعيد. ايه يا اخويا في ايه؟ عينك مالها؟ نطه جوه ده، انا شويه واجيب النني من هنا. ما بصيت انا يا ستي، انا بس يمكن عشان ما نمتش كويس فطلع عينيا ريحت شويه. لا يا حبيبي خليها تريح في حته تانيه. على يمينك يا اسطى. ليه؟ بقول لك ايه يا راجل، انت كده بعد ما بتتحرش. ليه ده انت بتتحرش رسمي؟ ايه بتحرك شوف انت؟ ايه الراجل فرمل اعمل ايه؟ الراجل يفرمل. انت بتتحرش ليه؟ لا بقى ده انت بتتلككي بقى. انزل يا ابن العربيه. انا مش عندي عايز مش بالعافيه. ايه بس بالعافيه شعلان ابن عبد الله كتبت له الشهاده وهو لم يتعدى 30. المصيبه فوق كل شيء. انا اولى منه بالشهاده، انا اكثر شجاعه وعزم. انا عارف ان المهمه صعبه، لكن انا بكلم مسلم مثقف وخريج جامعه هيحول طاقته لخدمه دينه وبلده.
الكباريه اللي انت رايحه ده مكان موبوء ولازم ينضف. اظن انه سينجح. عمليه بسيطه. كسبه غالي. ادعو له بالنجاح. دعوت له كثيرا. خد ولع دي. ايه دي؟ سيجاره حشيش. يا نهار اسود حشيش. لا 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 ما اشربش الحاجات دي. يا عم حسين النهارده دخلتك ودي ليله العمر ولازم تبقى جاهز. خد وهتدعي لي. ايوه بس دي رفيعه قوي. التخين منها يضرك. ولع ولع. بس دي هتعمل حاجه يا جدع. يا جدع ده حاجه بس تسخن بيها لغايه ما اروح الساره الكبيره. معاك انا بقى. يا ريس انت مكسوف ولا ايه؟ لا ابدا مفيش. دم عليها عروسه. الف الف مبروك. الف مبروك. صباح الفل. صباح السعادة. صباح الرشاقة على عيونك يا نجم. يا ابني يا ابن المزعجة. الصحفي اللي اسمه نبيل على التليفون يا نجم. الو. يا ابن سلامتك يا نجم. يا ابن حبيبي. صباح الفل. يا معرفة. اسأل 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 حبيبي. ايوه عندنا. بالنسبة للمنافس ابو السعود اللي اغريته مكسرة الدنيا النهاردة. منافس مين يا عم بلبل على الصبح؟ ما صباح الفل بقى. دي عيال واطية دي اساسا. الواد ابو السعود ده كان شغال عندي بيعمل لي شاي وقهوه وانا طردته علشان حرامي. سرق الموبايل ده صلاح ولا لا؟ سرقه كله يا نجم. اه الكليب يا نجم. علي 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 يا صلاح. ماشي عم بول. ماشي يا حبيبي. ماشي انت حد جميل يا عم بول. الف سلامه. سلامه يا حبيبي. بالعقل هتوصل. بالعافيه هتوصل. اوعى يا عم اقطع عليا انا بقى. انا النجم بتاعك. انت مخرج حمار وقعتنا. الله يخرب بيتك. ده انت واخدني نجم عالي عالي بعدين وقعتك ليا. ازاي كم مره الكليب النهارده؟ عشرات المرات يا نجم. يعني كم مره يا مرتين. منك لله يا بعيد. اتصل من الاسبوع ده يا ابو احسن بتاع القناه ده. الو الو الاستاذ محسن على التليفون يا نجم. صباح الفل يا عم محسن. صباح الفل يا نجم. يا عم صباحات ربنا وانا قاعد قدام التلفزيون. الكليب ما بيتذاعش ليه؟ لسه نازل. ده فين ده؟ احنا مش مظبطين الناس عندكم في القناه ولا ايه؟ انت يا ابني احنا مش مودين لهم الفلوس. وديتها ولا لا؟ وصلت كلها يا نجم. يا عم محسن صباح الفل بقى. صباح الفل يا ريس. ما هو الكليب دول المستوى. دول ليه؟ دول المستوى. الله الله انت بتغلط بقى ولا ايه يا عم محسن؟ لا انتوا كده مش فاهمين الكليب اصلا. اقول لك على حاجه يا عم محسن. بص اقول لك على حاجه. اقول لك انا على حاجه. مش عايز اشوف وشك تاني. ده انتوا بايم بايم. اهلا. بس ايه يا جماعه؟ في ايه؟ المزيكا فاضيه ليه يا جماعه؟ النهارده اول يوم لينا في الكباريه. لو ما علمناش مش هنشمها تاني. يلا عباس من الاول. لا 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 لا